بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في قناة الوفد التعليمية. معكم الأستاذ أسعد سليمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك تجعل من الحزن إن شئت ما جعلته سهلا، وبالإجابة أنت جدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسنات أبي وأمي، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، اليوم سنتناول مع بعضنا أول دروس القراءة للصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الثاني، وهو بعنوان الحياة دقائق وثواني. طبعا في البداية أحب أقول لكم يا أولاد إنه الدرس ده بيتكلم عن أهمية الوقت، وكيف يجب على الإنسان أن يستغل ويستثمر وقت فراغه. للأسف في عصرنا الحالي بعض الناس، وليس كل الناس، يقتلون أوقات فراغهم بوسائل الترفيه والتسلية، وهم لا يعلمون أن الثانية الواحدة من عمر الوقت قد تنجز عملا يفيد البشرية. الثانية الواحدة من الوقت تنجز عملا يفيد البشرية، وعلى الرغم من ذلك هم يصرون على مضيعة الوقت، ويصرون على أنهم يقتلون وقت فراغهم بوسائل الترفيه والتسلية. طبعا هناك الكثير من الشعراء، وكان في طليعة هؤلاء الشعراء الشاعر أحمد شوقي، تحدث عن أهمية الوقت وتقدير الوقت واستثمار الوقت قائلا: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثانية. أي أن عمر الإنسان من وجهة نظر أحمد شوقي يقاس بالدقائق والثواني. نعم، عمر الإنسان يقاس بالدقائق والثواني، هذا من وجهة نظر أمير الشعراء أحمد شوقي. ولكن من وجهة نظر الكاتب الذي كتب هذا الدرس، أن عمر الإنسان يقاس بمدى ما يقدمه الإنسان من خير وعلم نافع للبشرية. يبقى هنا السؤال في الامتحان: بما يقاس عمر الإنسان كما ألمح شوقي؟ يقاس بالدقائق والثواني. بما يقاس عمر الإنسان من غير ما يجيب لنا كما ألمح شوقي؟ علشان في بعض الطلبة بيقع في الكلام ده. أنا سامع طالب تمام بيقول من غير كلمة شوقي، برافو، يقاس بمدى ما يقدمه الإنسان من خير وعلم نافع للبشرية. هناك بعض الناس كان هذه المقولة التي تقول إن تفكر الإنسان ساعة خيرا من قيامه ليلة. تفكر الإنسان ساعة واحدة، تفكر الإنسان ساعة خير من قيامه ليلة. قائل هذه المقولة هو ابن عباس، وأيضا أبو الدرداء، وأيضا الحسن البصري، هما اللي قالوا المقولة دي، إن تفكر الإنسان ساعة واحدة خير من قيامه ليلة. على ما تدل هذه المقولة؟ تدل على أن من الممكن في هذه الساعة
يفكر الإنسان ويتدبر ويتأمل ويراجع ويحاسب فيخترع ويكتشف شيء يفيد البشرية. ولذلك تفكر ساعة واحدة خير من قيام ليلة. ده تفسير المقولة. طيب مين بقى اللي بيقدر هذا الوقت وخاصة وقت الفراغ؟ اللي بيقدر هذا الوقت هم العلماء. العلماء ضربوا أروع الأمثلة وقدموا أروع الأمثلة في كيفية الاستفادة من الوقت. طيب كيف استغل العلماء أوقات فراغهم؟ طبعا العلماء استغلوا وقت فراغهم في التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. العلماء ما استغلوش وقت فراغهم كده هباء، ولكنهم استغلوا وقت الفراغ في المراجعة والمحاسبة والتأمل والتفكر، ولم يستغلوا هذا الوقت هباء، ولم يتركوا هذا الوقت هباء. طيب ولذلك استطاع الإنسان أن يتوصل إلى أسرار الكون ودقائق المعرفة أيضا بالتفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. الإنسان توصل لأسرار الكون ودقائق المعرفة بالتفكر والتأمل. فمن الممكن الثانية الواحدة من عمر الوقت تنجز عملا يفيد البشرية أو تغير مجرى الحياة. طب هنا يا أستاذنا عايزينك تجيب مثال من العلماء اللي استغلوا وقت فراغهم كما جاء في هذا الدرس. طبعا هناك الكثير من العلماء الذين استغلوا أوقات فراغهم، ولكن في الدرس عندنا جايب لنا العالم الأكبر إسحاق نيوتن. العالم الأكبر إسحاق نيوتن استغل وقت فراغه بأنه كان في يوم من الأيام جالسا تحت شجرة فسقطت عليه تفاحة، لم يأكل هذه التفاحة، ولكنه فكر مع نفسه وطرح على نفسه عدة أسئلة. لماذا نزلت التفاحة على رأسي؟ لماذا لم تميل ناحية الجنوب أو ناحية الشمال؟ لماذا لم تصعد إلى أعلى؟ ومن خلال طرح هذه الأسئلة توصل نيوتن إلى قانون الجاذبية الأرضية. توصل إلى قانون الجاذبية الأرضية. ولكن السؤال، ما الذي استرعى انتباه العالم الأكبر إسحاق نيوتن؟ الذي شد انتباهه هو تمام، برافو عليك، النظام الدقيق. وده طبعا كتير جدا من الطلاب يقع في السؤال ده. السؤال ده بيجي في امتحانات كتير وبيقول ما الذي استرعى انتباه العالم الأكبر إسحاق نيوتن؟ بعض الطلبة يروحوا كاتبين التفاحة عندما سقطت عليه. لا طبعا، الذي استرعى انتباه العالم الأكبر إسحاق نيوتن النظام الدقيق. هذا النظام الدقيق، كل حاجة في الكون بنظام، فهو ده اللي استرعى انتباه إسحاق نيوتن. طيب قانون الجاذبية الأرضية ده أفادنا في إيه؟ أفادنا إنه جعل الإنسان يتخطى حاجز الفضاء الخارجي ويعرف ما فيه من مجرات ونجوم وكواكب وغيرها. ده فائدة قانون الجاذبية الأرضية. ولذلك يجب على كل إنسان يريد أن يعمر في هذا الكون، لأن ربنا سبحانه وتعالى
جعل لنا هذا الكون لنعمر فيه وليس لنخرف فيه. فالله سبحانه وتعالى يريد أن نعمر هذا الكون، يريد أن نعمر هذا الكون. ولذلك كما قال هذا الكاتب ونصحنا في نهاية الدرس أن نضع كل يوم لأنفسنا وقت معين، هذا الوقت ننجز فيه عملا يفيد البشرية. يعني كل يوم كده تضع لنفسك وقت، هذا الوقت تنجز فيه عملا يفيد البشرية. كده يا أولاد أنا شرحت معاكم درس الحياة دقائق وثواني. نرتب دماغنا تاني. طبعا احنا قلنا انه بعض الناس بيضيعوا اوقات فراغهم في وسائل الترفيه والتسلية، وقلنا انه احمد شوقي من الشعراء الذين تحدثوا عن اهمية الوقت وقال دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر سان. وعرفنا إنه الثانية الواحدة من عمر الإنسان قد تنجز عملا يفيد البشرية. وعرفنا إنه تفكر الإنسان ساعة واحدة خير من قيامه ليلة. وعرفنا أيضا إنه العلماء هم الذين ضربوا وقدموا أروع الأمثلة في كيفية الاستفادة من الوقت. وعرفنا أن الإنسان توصل إلى دقائق المعرفة وأسرار الكون عن طريق التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. وعرفنا أن العلماء استغلوا وقت فراغهم في التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. وأيضا ضربنا مثال للعلماء اللي هم استفادوا من وقت فراغهم، وخدنا منهم العالم الأشهر إسحاق نيوتن، وقال عندما كان جالسا تحت الشجرة ووقعت عليه التفاحة، ومن هنا طرح على نفسه عدة أسئلة وكانت النتيجة هو اكتشاف قانون الجاذبية الأرضية وليس اختراع. هناك فرق بين اكتشاف واختراع، فاكتشاف شيء كان موجود وجاء الإنسان واكتشفه، ولكن الاختراع شيء كان ليس موجود من العدم، ليس موجود وجاء الإنسان واخترعه. فهنا هناك فرق بين اكتشاف واختراع. فالعالم إسحاق نيوتن اكتشف قانون الجاذبية الأرضية، وعرفنا إنه أهمية اكتشاف قانون الجاذبية الأرضية جعل الإنسان يتخطى حاجز الفضاء الخارجي ويعرف ما فيه من نجوم وكواكب ومجرات وغيرها. وأيضا في نصيحة ادهنا الكاتب في النهاية، والنصيحة دي كانت ان احنا كل يوم لازم نخصص لأنفسنا وقت يفيد، وقتا ننجز فيه عملا يفيد البشرية. تعال بقى نشوف مع بعض ايه اشهر الأسئلة اللي بتيجي على الدرس ده، على درس الحياة دقائق وثواني. لماذا يبحث الناس عن وسائل للترفيه؟ يعني ليه الناس بتبحث عن وسائل للترفيه والتسلية؟ حتى اكتب معايا، هات ورقة وقلم كده واكتب معايا، تمام؟ لكي يقتلوا بها، الإجابة لكي يقتلوا بها أوقات فراغهم. السؤال الثاني، بما يقاس عمر الإنسان؟ طبعا عمر الإنسان يقاس، لو ما قلناش أحمد شوقي هنقول بمدى، اكتب معي بمدى ما يقدمه من خير وعلم نافع للبشرية. بمدى ما يقدمه من علم وخير نافع للبشرية. ما الدعوة التي حرص أمير الشعراء على ترسيخها في الأذهان؟ دلل على ذلك. الدعوة التي
حرص أمير الشعراء على ترسيخها في الأذهان هي أهمية الوقت، أهمية الوقت وتقديره، هي أهمية الوقت وتقديره. دلل على ذلك يبقى بيتين الشعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان، إن الحياة دقائق وثوان، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر سان. يبقى دي الدعوة التي حرص أمير الشعراء على ترسيخها في الأذهان، ودللنا على ذلك ببيتين الشعر. كيف يستفيد سين أربعة؟ كيف يستفيد العلماء من أوقات فراغهم؟ طبعا العلماء بيستفيدوا من أوقات فراغهم في أو بالتفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. علل: تفكر ساعة واحدة خير من قيام ليلة. علل: تفكر ساعة واحدة خير من قيام ليلة. طبعا لأن في هذه الساعة من الممكن أن يكتشف الإنسان اكتشافا أو يخترع اختراعا يفيد البشرية. اكتب معي: لأنه من الممكن في هذه الساعة أن يكتشف الإنسان اكتشافا أو يخترع اختراعا يفيد البشرية. ما الذي استرعى انتباه العالم؟ ما الذي استرعى انتباه العالم نيوتن؟ الذي استرعى انتباه العالم نيوتن هو النظام الدقيق. نعم، برافو، النظام الدقيق. وليس أو ليست التفاحة عندما سقطت عليه، ولكن النظام الدقيق كما ذكرت. برافو عليك. سين سبعة: كيف توصل نيوتن إلى نظرية الجاذبية الأرضية؟ توصل إلى نظرية الجاذبية الأرضية بالتفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. ولم يتوصل نيوتن إلى قانون الجاذبية الأرضية هباء، ولكنه في ساعة تفكر، في لحظة تفكر ولحظة تأمل ومراجعة ومحاسبة، استطاع أن يصل إلى قانون الجاذبية الأرضية. ما أهمية قانون الجاذبية الأرضية للإنسان؟ قانون الجاذبية الأرضية اللي اكتشفه نيوتن ده أفاد الإنسان في إيه؟ نعم، اكتب معي: جعل الإنسان يتخطى حاجز الفضاء الخارجي ويعرف ما فيه من كواكب ونجوم ومجرات. تاني: جعل الإنسان يتخطى حاجز الفضاء الخارجي ويعرف ما فيه من كواكب ونجوم ومجرات. ما النصيحة التي نصحنا بها الكاتب في النهاية؟ أن نخصص لأنفسنا كل يوم ساعة أو وقت معين ننجز فيه عملا يفيد البشرية. طبعا كده احنا وصلنا لنهاية درس الحياة دقائق وثواني، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في عرضي لهذا الدرس، والله من وراء القصد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.